عم تعزف المقطوعة اللي كانت أمها تحبها. كثير عزفتي يا منيح. مين ما لمسني عم تتعبى عيوني دمع؟ يا ريت لو انكم ما بتشفقوا علي هيك. طيب ما رح ازعجك. بيكون عيب اذا طلبت منك تتركيني ضل وحدي؟ لا، خدي راحتك. انا اسفة. لا لا، بدي اجي بعد شوي. تمام. حابة تضل وحدة شوي؟ عم قول يا ريت لو ضليت بحديقة المدرسة، يمكن لو اتدخلت بسرعة كنت عملت شي شغلة. في شغلات حتى انت ما فيك تعملها يا عدنان بيك. بترجاك لا تشوف حالك مسؤول عن هالشي كمان. قالت رح تجي بعد شوي. برأيي اتركوها على راحتها. إذا بدها بتروح لبرات البلد وبتدرس هنيك، ما كتير مشكلة. لا، أنا ما رح أتركها لوحدها بدون ما تطيب تماما. على القليلة وافقت تروح لعند الدكتور النفسي، هي شغلة كتير مهمة. إيه، مزبوط. اهلا وسهلا. اخيرا شرف الافندي. وين الخانم الجامعيه؟ دخيلك مهند، لا تمزح مع نهال اليوم. شو صار؟ ما قدمت منيح؟ ما قدمت بالمرة. شو؟ من أول ساعة غميت، بعدها طالعوها لبرا، وبعد ما صحيت حبت تدخل لجوا بس ما سمحولها لأنه القوانين هيك. يا الله منه، معقول يصير هيك؟ إيه صار يا حرام. برافو عليك، هلأ لحتى شرفت سيادتك؟ ما كنت بعرف. مراد اتصل فيك مشان يخبرك، بس تليفونك كان مسكر. اليوم ما لازم تتحامل على مهند كمان، مر بيوم صعب كتير. حبيبتي انت شو صار لك؟ ما في شي. شو بدأ يصير يعني؟ هو وبشرة تركوا بعض. عن جد عم تحكي؟ نحن تعودنا على هالشي من مهند. لا، هالمرة فعلا انتهينا. معناها منيح بتسلوا بعضكم انت ونهال. طبعا صار لازم يتحمل مسؤولية. بدك تقدر تشيل الانقاض؟ انا راضي بهيك انقاض. شو رأيكم تروحوا مشوار على محل يكون في حركة ونهال بتريح راسها؟ شو رأيك؟ ما بعرف. انت بتعرفي، اذا ما بدك ما بدك.
أنا ماني مريضة، غميت، كبيت السنة بالزبالة وراحت. يلا قومي قومي بقى، بدنا نروح. يلا قومي والبسي فستانك الكحلي. ماشي خلينا نروح. يلا قومي، بس لا تشربوا كحول، شرب الدواء يا مهند. لا يكن لك فكر، أنا رح بدل ثيابي. رح قوم شوفني. ها وأنا بدي نام بكير، وأنتوا بتريحوا شوي مع بعضكم. شكرا، ليلة إلنا. Thank you.